حياكم الله ما يزال حديثنا عن مهرجان الفنون الإسلامية مستمرا حيث يستقطب المهرجان في كل عام نخبة من الفنانين والخطاطين العالميين والعرب كذلك ليقدموا كل ما لديهم من فن وإبداع وخبرة في عالم الخط العربي للزائرين والمنتسبين لبيوت الخطاطين من ضيوف مهرجان الفنون الإسلامية هذا العام يسعدنا أن نستضيف من جمهورية مصر العربية وتحديدا مدينة أسيوط كل من الخطاط الأستاذ سعيد فرغلي وكذلك أيضا خطاط الأستاذ حامد مصطفى حياكم الله في الشارقة حياكم الله في دولة الإمارات أه خليني أبدأ وياك أستاذ سعيد قبل أن نتكلم عن الورشة وقبل أن نتحدث عن مهرجان الفنون الإسلامية خليني أبدأ وياك من بداية المشوار بداية المشوار حضرتك متى كان وكيف والله والله انا بدات خط عربي من 14 سنه ما شاء الله سن 14 سنه امم هو الحمد لله يعني قمت بتدريس مدرسة تحسين الخطوط مم. في أسيوط بالخبرة أنت درست في هذه المدرسة؟ آه ما كانش معي شهادة وبعدين درستها بالخبرة والح... والاستاذ حامد يعلم الكلام ده امم معايا يعني طبعا انتوا كنتوا زملاء دراسه دراسه في الخط تعرفت عليه في مدرسه الخط في مدرسه الخط تعرفتوا على بعض تعرفنا اه تعرفنا امم استاذ حامد انت متى بدات المشوار الخط؟ انا اصلا حضرتك خ... يعني خريج معلمين مم. يعني اصلا مهنه معهد دي... معلمين ما... مهنة المهنه تدريس أه. انما بعد في سنه 90 افتتحت مدارس الخط لاول مره في اسيوط وعلى طول انتسبت ونت... انتسبت ليها وبخبره التدريس دخلت في مجال التدريس انا تدريس الخط أه. يعني بعد ما تعلمنا مع بعض كنا المدرسه ما كانش فيها كوادر تعلم مم. الخط في اسيوط فكنا بنستعين من المنيا وسهاج مناطق قريبه من اسيوط المسافه بعيده بين المنيا وسهاج فكان صعب مم. ان المدرسين يتابعونا كل يوم ها. فكان الأستاذ سعيد متميز وأنا الحمد لله يعني كنا فكنا بن نتدارس مع بعض المادة العلمية لغاية ما ابتدينا أخذنا المؤهل الأربع سنوات في الأول الأستاذ سعيد طلع الأول ما شاء الله, على الدفعة الله. وأنا طلعت الثاني في الأربع سنين بعد كده درسنا السنتين التخصص اللي هي التذهيب أنا طلعت الأول هو طلع التخصص ألا وهو نعم التذهيب تذهيب الخط التخصص في الخط والتذهيب أه. سنتين مم. هذا من بعد الدراسة آه. أربع سنوات بعد الأربع سنوات جميل فأنا طلعت الأول هو طلع الثاني في الترتيب <applause> يعني ما <مع> عليك الواحد كل واحد خد دوره الأستاذ حرفي الأستاذ سعيد يعني يعتبر شيخ الخطاطين في أسيوط ما شاء الله لأنه هو يعني حرفي من قبل ما يدرس وبعد كده قبلة الخطاطين هو وبعد كده كل الخطاطين أو المشيين في يعني أختاروه كنقيب لهم في في أسيوط بالنسبه للعمل انا كموجه ومدرس فابتديت افتح مدارس اها فتحت مدارس خاصه مدارس 15 بالخط 15 مدرسه في اسيوط ما شاء الله في المحافظه نفسها في جميع المراكز م. الى جانب مدرستين في القرى اها في كوادر دلوقتي وانا لله الحمد تبنيت افتتاح مدرسه للاناث فقط م. وكانت اول بس خلينا مدرسه خلينا نستوضح استاذ حامد نعم. هذه المدارس خاصه بتعليم الخط اه خط خ... خ... فقط فقط دراسه حره ما شاء الله لا تحدد بسن م. ولا أيام من احنا يعني م. ولا بمصاريف ولا اي حاجه مجاني فكانت بتطلع كوادر كويس. جميل واخد بال حضرتك فالاستاذ سعيد يعني بالجانب الحرفي هو حرفي يعني ماشي في السوق ويكتب كل حاجه فكل اللي عايز يتعلم بيروح عنده م. وانا كل اللي عايز اكاديمي عايز يدر يعني يدرس الخط م. نظري كان بيجيني انا جميل واحده المدرسة اللي افتتحتها أنا إناس كلها إناس م. على مستوى الجمهورية طلع منها في سنة من السنين طلعت واحدة الأولى على مستوى الجمهورية ما شاء الله يعني كان مستوى الأداء بتاع البنات م. بالنسبة لأن الواحدة بتروح على أساس عايزه. فبقى مستواها متميز يعني. يعني الان نحن خلينا نقول نستضيف في استوديو اماسي على المستوى الفني والابداعي والموهبه استاذ سعيد وعلى المستوى الاكاديمي استاذ <مم> حامد. الاكاديمي حامد آه. يجتمع الاثنان آه. مع بعض وبالتاكيد آه. يعني وما فيش مانع ان نروح برضه استشيره يعني على كده ما شاء الله. يعني, <تصفيق> يعني, <تصفيق> <تصفيق> يعني <تصفيق> بس يعني, مرجع يعني خليني بس استفسر تفضل استاذ سعيد. الاستاذ حامد طيب يعني بيتكلم باللي هو عايز يقوله بالنسبه لنا يعني. انا يعني بكتب جوامع كثيره في في اسيوط يعني يمكن تقول لي اسيوط ومراكزها حوالين منها ها. بتاع حوالي عن 100 جامع 200 جامع انا يعني وبعدين على السن الكبير ده كنت بخلص في جامع لسه وانا وانا الله يعطيك الصحه والعافيه الحمد لله يعني م. وشغل السوق اعطاني خبره اكتر من من المجال الاكاديمي من اه يعني آه. انا درست المدرسه بخبرتي يعني ما كانش معي شهاده وهم جابوا لي من التربية من من الوزاره امر تكليف من من الوزاره آه. على اني انا امر تكليف من, من الوزاره خطط... تدرس إن انا من مشاهير الخطاطين نعم. فراحوا جايبين لي نعم. على ان يقوموا التدريس بمتابعته اللي هو التربيه والتعليم نعم بس خليني استفسر منكم يعني حضرتك استاذ سعيد وكذلك ايضا استاذ حامد قبل ان يكون هناك يعني مستوى اكاديمي وقبل ان تكون هناك حرفه هناك موهبة أساسا موجودة موهبة. أعتقد آه عند كل موهبة. واحد آه. إن كان أكاديمي أو إن كان موهوب آه. وفنان صحيح؟ آه. آه. غلبت غلبت هذه الموهبة أستاذ سعيد بالنسبة لك؟ غلبيت غلبت غلبيت الموهبة؟ غلبتني آه. على الحرفة؟ على, آه. على الحرفة غلبتني بس أنا كنت متطور مش 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 ماشي على نهج واحد لا مم. ده أنا كنت متطور جدا يعني هي. وبعمل شغلي بي بي بإتقان بي على القاعدة وما بخافش كان هو ده الاسلوب الشيء. نعم بالتأكيد معروف بان الخط العربي له قوانينه الصارمه على على, نعم. على يعني إيه العرب. دراسه ذاتيه في الاول قبل ما يخش المدرسه كان هو علم نفسه بنفسه عقاد الخط العربي عقاد الخط العربي جميل اللقب <تصفيق> عقاد <applause> الخط العربي انا كنت اقول مصطفى محمود يقول تشبه <applause> المرحوم مصطفى <applause> محمود اللقاء عموما يعني اعتقد بان الخط العربي كذلك له مدارس عديده أه بالنسبه لك استاذ حامد تعتبر نفسك تنتمي لاي مدرسه؟ أه بالنسبه لأني مصري طبعا قلت من المدرسه المصريه <applause> انما في مدارس متميزه المدرسه التركيه المدرسه العراقيه المدرسه الشاميه مم. كل مدرسه ليها طابع خاص زي الماكولات كل اكله ليها طعمها بالظبط فاحنا بالنسبه للأسلوب نحن متعرفين به فالواحد بينتمي بس انا يعني زي بالنسبه لدراستي كنت اتمنى إني اجاب الواحد زي محمد عبد القادر الله يرحمه مم. محمد عبد القادر عبد الله ده كان انسان عالم هو اللي جدد الخط, الخط الكوفي العربي الخط الكوفي, الكوفي. وهو اللي صمم له حروف الحديثه جميل يعني ده وانا الشريط اللي انا كاتبه 11 متر ده كله ده تقليد لخط كان كتبه هو من سب من 75 سنه. فانا كتبته بس زي انا لونته وسبته في في المهرجان. يعني. نعم. فيكون يعني ان شاء الله كده اسيب لهم هديه باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. أه بالنسبه لك استاذ سعيد أه تنتمي للمدرسه المصريه ولا حاولت انك تمزج ربما بين عدة مدارس أو تطور أنت مثل المدرسة المصرية بس بدأت أنتمي للمدرسة الإيرانية أها آه عن آه عماد الحسني المدرسة الإيرانية دي ما الذي جذب أستاذ آه. آه سعيد فرغل المدرسة آه. الإيرانية؟ بالفارسي بالذات كمان مم. وبدأت يعني كتبت بالفارسي اه بالفارسي بالخط الفارسي وتميزت فيه كمان بالنسبه لان انا كنت دايما احب اجلد عماد الحسني <applause> لأنه هو المدرسه الايرانيه تتميز عن المدرسه التركيه في في الاداء بتاعها م. لان المدرسه التركيه اصلا الكساد بتاعت الكتابة بتاعتها مدورة مهندسية مش مش زي الفارسية 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 ليها طعم تاني مم. فأنت أحببت أحب. ربما هذا الطعم المتميز المدرسة الفارسية وأبدعت فيه أبدعت فيه فعلا جميل الفنان أو الخطاط هو فنان بالتأكيد أعتقد في كل مرحلة من المراحل يحب أن ينتقل أو يتعرف على جديد صحيح طبعًا يعني طبعًا. ما يتوقف عند ربما مدرسة معينة أو يتوقف عند مرحلة معينة ويكتفي بها أنا كل فترة حاجة يحب أن ينتقل إلى الجديد. أنا اكتشفت حاجة كمان ألا وهي آه آه خطاط من دبي عندكم هنا مش مشهور ومحدش يعرف عنه حاجة خطاط اسمه صالح عيسى عيسى القرن ده كان بيشتغل خط الثلث انا انا استغربت طب هم ما ما, ك ما, تكلموش عنه في دبي خالص ومعاه اه ومعاه خطاط تاني اسمه محمد يوسف مندي برضو من دبي هنا ازاي بقى يعني انا ما ما سمعتش عنهم خالص يعني انا انا بقلب دايما في الكتب وما بنساهمش تعتبر الاستاذ سعيد اليوم استاذ حامد كذلك تعتبرون بان الخطاط ربما مظلوم نوعا ما مقارنه بالفنان التشكيلي ولا لا مغمور خلني اقول بالنسبه مقارنه بالفن التشكيلي او الفنان التشكيلي العمل الجيد بيفرض نفسه صحيح تمام مم. في حكايه مظلوم او مش مظلوم دي بتختلف من مكان لمكان اها الناس اللي مسبيه هي نسبية خلينا نقول مكان لمكان قبل حضرتك مم. انما انا اللي لاحظته هنا ان ان بسم الله ما شاء الله يعني في طفره طفره <applause> بالنسبه <لـ تصفيق> للـ 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 للبلد كانت الامارات بالذات صحيح ما كانش في خط يعني من عشرين 30 سنه ما كانش في خط خالص <applause> انما شفت دلوقتي وخاصه الاناث برضه بنات <applause> في, الكتاب <applause> في الكتاب اللي شفناه اللي بيتوزع في المهرجان يعني مزيل بلوحات كلها كل اللي اجرى بنات 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 فدي دي حاجه هذا يعني بتبشر بخير. صحيح. آه. انا اعتقد يعني السبب في ذلك يعود بالتاكيد لاهتمام سيدي صاحب السمو حاكم الشارقه آه. بالخط العربي بشكل خاص. الفن الاسلامي كمان. والفن الاسلامي طبعا. بشكل عام آه. والخط العربي كذلك ايضا وجود بيوت الخطاطين في الشارقه آه. وجود هذا المهرجان اللي اليوم حضراتكم متواجدين من اجله و... و... اعتقد هذا بحد ذاته يعني. والتوازل. يعني السنوات على طول. بالضبط يعني يخلق اجيال جديده. آه. ويخلق استمراريه الاهتمام ده الاهتمام م. ده يقيني ان شاء الله يعني هتوصل لمستوى يعني راقي جداً. نعم. راقي جدا ويخلق استمراريه آه. في مجال الخط آه. العربي آه. طبعا, بحيث, طبعاً. لا تندثر هذه آه؟ بحيث لا تندثر هذه الفنون بحيث لا تندثر هذه الفنون الجميله طبعا نعم بس م. انا يعني ب... انت بتتكلمي عن عن حته الفنان التشكيلي م. انا احب الخط الصريح م. الجمال اللي فيه الثلث مثلا الفارسي م. الديواني، دواني الاجازه، الحاجات دي انا منشرح لما اشوفها، لكن لما بشوف في دخول عليها بحس ان عندما يدخل الفن التشكيلي على الخط العربي تقصد؟ ايوه مم. يعني بيعمل له عمليه يعني كده ميوعة في اللي في الشكل بتاعه. لكن هو صريح وحلو. يعني, يعني انت ضد استاذ سعيد، ضد ان. يقحم الفن التشكيلي في الخط العربي طبعا امم طبعا بالنسبه لك في في, حضرتك حامد. في خطات فنان وفي خطاط حرفي اه صحيح تمام حضرتك الخطاط الفنان بيطيع الكلمات لفكره معينه في دماغه فبيديني الشكل اللي بشوفه انا بيحيل المعنى اللي هو كاتبه تمام يعني يسايره وفي خطات تلاقيه حرفي يمشي على القاعده بالضبط كده ولا كده مم. لا يحيد واحد. عنها آه. فن نقول فهذا ده بيتساوى مع كل اللي بيدرس خط مم. انما الخطاط الفنان ده بيتميز مم. بيبقى ليه اسلوبه خاص وكده فتحس بيه هل كل خطاط فنان هو خطاط حرفي بالاساس لا كل فن... كل فنان خطاط فنان كل خطاط يبقى فنان يعني مم. لو كان فنان يعني يبقى خطاط فنان برضه مم. انما الحرفي بيظل حرفي ما كانش عنده الملكه بتاعه الفن اللي هو الرسم زي هي الرسم والحاجات زي كده أنا يعني في بدايتي أنا كنت فنان يعني رسام. أه كنت رسام البداية فلما جيت حكيت الخط دي مزجت الاتنين مع بعض. مم. بالنسبة لك أستاذ سعيد أه. تعتبر نفسك الخطاط الفنان أو الخطاط الحرفي؟ وأيهما تؤيد؟ أنا أؤيد الخطاط الفنان. مش مم. ما رجيت الخطاط ما تأيد الخطاط الحرفي اه لان والسبب. انا انا بدات رسام وانا صغير اها <applause> وتطورت وبعدين عندي حاجات في الرسم بس انا ما بعرضهاش لكن انا رسام كويس يعني مش مم. يعني مش 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 بدم ده مع ده لانه مم. اصلا الخط في حاجات لازم يكون الخطاط رسام او فنان يعني مم. يطلع الحاجه اللي فيه ويستنبطها كويس انا ما شايفش الخطاط الحرفي ده الحرفي ده بياكل عيش و ياكل و... بيأكل بيأكل عيش وخلاص خلاص يعني اه انتهت على كده <applause> نعم اعتقد بان اغلب الخطاطين ربما اللي تؤخذ اعمالهم بعين الاعتبار هم خطاطين فنانين خلينا نقول وليسوا حرفيين معنى فنان حضرتك يعني مبتكر <applause> نعم صحيح بالضبط مم. أقدر لحضرتك فما مبتكر مبدع مبتكر اه مبتكر مم. يعني إيه ابتكار؟ يعني حاجة ما اتعملتش قبل كده مم. إنما الخطاط الحرفي حاجة ماشية على نمط معين بيأيدوا وبيكتبوا نعم صحيح ما تحسيش بطعم الكلام أو حاجة زي كده نعم ما يحسش بنفس الحرف اللي بيكتبه امم لأن الحرف بيكلم لأنه لأنه ليس لديه الحس الفني اه بيبتمو. الحرف ده بيكلم خاصة السورس ده ده بيكلمك وانت بتكتبيه بيكلمك خط الثلث ده فظيع طيب استاذ سعيد يعني ونحن نتحدث عن خط الثلث شاركت حضرتك في ورشه من ضمن مهرجان الفنون الاسلاميه بالتحديد عن خط الثلث ما الذي تناولته بالنسبه لخط الثلث في هذه الورشه يعني انا تناولت كتابه ايات امم وكانت يعني الكلام ده ما كانش في اسيوط كان في المنيا اها مستدعين هناك وكان في خطاطين كبار منهم الاستاذ حمام والاستاذ مصطفى العمري فكنا بنشتغل على السبوره وبتاع وبنكتب مم. فكان الخط الثلث بتاع كل واحد مننا الاستاذ حماد حمام ده سنه بتاع 85 سنه ما شاء الله ما شاء الله أه ولحد دلوقتي بيكتب فكان كل واحد أوه. الخط الثلث عنده مميز عن الاخر. مميز عن الثاني، اه فعلا يعني. فتحدثت أنت في هذه الورشة في مهرجان الفنون الإسلامية عن تميز ربما الخط الثلث عند كل خطاط عن غيره. طبعًا. قدمت ورشة كذلك أيضًا أخرى في مهرجان الفنون الإسلامية، خليني أتكلم عنها عن الخط الكوفي. يمكن نحن تكلمنا عنها قبل شوية. كذلك أيضًا ما الذي يميز الخط الكوفي؟ وما الذي تحدثت عنه في هذه الورشة؟ الخط الكوفي أصلاً خط مستقيمات، مم. خط مستقيمات مفهوش الـ الـ الروح بتاعة الخط الثلث والخط الفارسي، لأ هو خط مستقيمات وعلى مسطرة وبتاع مم. وبرجل وقلم رصاص وبتاع لحد ما بتظبط الحرف أهو. لقياسات قياسات دقيقة جدا لها قياسات دقيقة جدا طبعا مم. هذا بالنسبة للخط الكوفي هو الخط الكوفي مم. وبعدين يعني هو جامد شوية على العين يعني الخط الكوفي دامد جامد صوي. على العين جامد آه على العين يعني بمعنى بمعنى انه قوي جدا قوي وفيه ما فيش الروح ال... بتاعت الخطوط الثانيه. أه. انا بعتبره مستقيمات ما... م. ما في هذه المرونه يمكن مرونه مفيش الخطوط ما فيش مرونة, مرونه طبعا. نعم. آه. بالنسبه لك استاذ حامد كذلك ايضا يعني انت متواجد في مهرجان الفنون الاسلاميه ايضا لتقديم او المشاركه في ورشه عمل، لو تحدثنا كذلك عن هذه الورشه. انا امس تكلمت في موضوع انا متبنيه، الموضوع ده يعني أأمل سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأكمل المشوار فيه بحيث أن جميع أفراد المجتمع يكتبون الخط الصحيح أهو. اللي هو خط التدوين وخط اللي هو بالنسبة للتلميذ إزاي يكتب كتابة صحيحة في الامتحانات بتاعته ده الخط اللي هو مش عايز أصل لما أنا أعلم إنسان خطاط مش المجتمع كله هيبقى خططين صحيح انا عايز المجتمع كله يكتب كتابه سليمه بطريقه صحيحه او سليمه كتابه سليمه كتابه صحيحه بالقلم الرصاص او بالقلم اللي هو الجاف العادي مم. فده انا متبنيه ووضع له اسس وان شاء الله لما اكملها باذن الله تعالى يعني اديت فكره هنا وان شاء الله هكمل بكره معاهم يعني واخده من حضرتك فان شاء الله يعني يلاقي رواج الموضوع ده هنا مم. كيف شفتوا تفاعل يمكن المتواجدين كذلك في المهرجان كله وفي ورش متعطش العمل؟ حضرتك كله متعطش مم. للخط ده اصله محدش ما حدش يمله ما يملش منه ثاني ان الاسلوب اللي بقدمه انا بالنسبه للموضوع بتاعي انا ده بيخلي الاب ممكن بعد بعد المحاضره بتاعتي يبص في الكراسه بتاعت ابنه يعرف اذا كان كاتب صح او غلط فأنا بعلمهم فممكن ازاي ممكن انه يصحح لابنه آه. او يعلم. يعني انا الـ الـ الخطين اللي بيمر بيهم التلميذ، خط القراءة اللي هو النسخ م. وخط الكتابة اللي هو الرقعة اللي لازم يتعلمه لأنه سهل امم وسرعة في كتابته صحيح واخدة من حضرتك؟ فهو ده اللي عايز الكل يتعلمه، أنا لما افتتحت مدرسة البنات فبيقول ازاي, إزاي يعني أنت تفتح مدرسة كلها بنات؟ قلت له البنت دي هتبقى أم صحيح فهي تتابع ابنها وتعلم م. الصح فيبقى كده انا كل بيت حطيت فيه مدرسه بالضبط تعد شابا طيب العراقي آه. فهو ده الاسلوب اللي حضرتك انما اللي, اللي بهرني بصراحه مستوى البنات اللي هنا في بتوع اللي لهم لوحات في المعرض وال والاستاذ محمد نوري بصراحه يعني انسان دمس وفي نفس الوقت انسان يعني ايده زي المصريين بيقولوا تتلف في حرير يعني نعم نعم تفضل سعد سعيد محمد نوري لما شفت لوحاته انا انبهرت فعلا لان لا هو اصلا فنان فنان جميلة جميلة اه طوع الخط لنفسه يعني عمل الخط ده لنفسه هو خط مختلف عمل ابداعات في الاطارات وفي شغل النقش اللي حوالين منه <applause> والاطارات والتذهيب والحاجات دي فعمل شغل يعني جميل انا انا نفسي بحيي الاستاذ محمد خالص نعم آه اليوم يعني كسؤال بس اخير قبل لا اختم هذا اللقاء، اليوم دخل على الخط العربي آه خطاطين وفنانين ليسوا من اصول عربيه في الاساس، يمكن لاحظتوا هذا التواجد في مهرجان الفنون الاسلاميه. آه مع او ضد آه انتشار الخط العربي بين خطاطين وفنانين ليسوا من اصول عربيه وربما لا يتقنون كذلك ايضا او يجيدون العربيه انا اعرف اللي اخذ الجائزه الاولى م. من اليابان ما شاء الله الجائزه في الخط الثلث كمان نعم يعني. انا انا يعني بيقولوا يعني اليابانيين لهم عرب علشان يطلعوا الابداع ده لكن الجمال اللي عملوه انا حسيت بيه وربما هي وسيله لانتشار هذا الفن العربي وهو ينتشر فعلا في العالم كله وعندنا برضه الجماعه الصينيين بيتمرنوا اي ما شاء الله عليهم الصينيين والباكستانيين, والباكستانيين متميزين في الخط الفارسي نعم والهنود بحكم طبعا القرب هم اصلا الخط الدرج بتاعهم الفارسي نعم صحيح لما يكتب رساله ولا حاجه يكتبها بخط فارسي مم مم بالقلم ده طبعا انا بتفرج على الخطوط بتاعتهم بنبهر منهم يعني نعم. ما وصلوا للحته دي يعني نعم. <applause> عموما انا كنت سعيده بوجودكم آه بالتاكيد استاذ حامد استاذ سعيد اتمنى مم. لكم طيب الاقامه في الشارقه وكل منكم مدرسه الحقيقه ينهل لا لا. منها المتواجدين والمهتمين كلنا بالخط آه العربي والفنون الاسلاميه بشكل عام شكرا, 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 شكرا جزيلا بس بس لكم شكرا استاذ سعيد بنتعلم لسه كل الشكر لكم شكركم على وجودكم ويانا اليوم مشاهدينا وصلنا الى ختام هذه الامسيه الى اللقاء